السلام عليكم. سؤالكم بالنسبه لماده الحليب، واش تستعمل الحليب ولا شنو ظهر لك في هذه يعني الازمه ديال ماده الحليب؟ وهو بطبيعه الحال يعني عندي واحد الاستهلاك ديال واحد الليتر ديال الحليب في النهار يعني في اليوم، وحنايا يعني في المائدات يعني في المائده المغربيه تنقولوا يعني ما بين العائلات يلا نشربوا واحد كاس ديال القهوه، مادام ان تنقولوا كاس القهوه والا تيكون الحليب، هادو عادات وتقاليد تربينا عليهم. كذلك انه واش غادي نشوف يعني الناس المسؤولين على هذا القطاع ديال الفلاحه، واش غادي يتعاونوا مع المواطنين ويوفروا لهم هذه الماده هذه بدون زياده كذلك بدون نقص؟ نضربوا المثال يعني بالدول المجاورة كدولة الجزائر اللي هي تشهد واحد النقص كبير 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 في هذه المادة الحيوية. احنا الحمد لله سواء نقصت ولا تزادت في الثمن يعني راه عندنا منين غادي نجيبوها. عندي وليدات يعني تناخذ لهم الحليب على الاقل واحد لتر في النهار، زيادة على ذلك هاد المادة هذه تقدرش يعني المائدة تكون غائبة عليه يعني في المناسبات يعني في الأعراس في الأفراح، تصابوا بالمادة الحليب، تصابوا الحلويات، تصبهم يعني العصائر كتنقولوا. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار، يخليوا هذه الماده هذه في الثمن ديالها الاصلي، ما تكونش الزياده وكذلك ما يكونش النقص، وخصوصا انه من هنا لرمضان حنا تنعرفوا بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم من شهر رمضان المقبل في شهر 3 يعني من هنا خص الناس يوفروا لنا هذه الماده هذه من شهر 3. المسؤولين الفلاحيين يعني يعتنيوا بالقطاع ديال الفلاحه اللي هما يقوموا بتربيه الابقار والمواشي باش يوفروا هذه الماده اللي هذه ما يقدروش المنازل المغربيه يستغناو عليها. بالنسبه للنقص ديال ماده الحليب فهو بطبيعه الحال كاين، وحنا كمستعملين لهذه الماده وهي تعتبر ماده حيويه في جميع المنازل المراكشيه، فبطبيعه الحال كاين واحد النقص كبير لحد الان. يعني وزاره الفلاحه تقول بانه لقات حلول، ولكن ملي تنشوفوا الواقع تلقاو باقي نقص. والمشكل اللي كاين ماشي هو فقط النقص ديال هذه الماده، ولكن هذا الشيء تيخلي المواطن المراكشي تيتخلع وتيفكر في زياده ديال الاسعار ديال هذه الماده هذه من هنا لقدام، لانه هذا النقص غادي يخلق مجموعه ديال المشاكل، خاصه حنا تنعرفوا بانه التعاونيات كثيره من بعد الجائحه ديال كورونا، كاينين اللي باعوا يعني الابقار ديالهم اللي كانوا تينتجوا بها الحليب، وكاينين كذلك مجموعه ديال التعاونيات اللي اعلنت على الافلاس ديالها. فهنا تيبقى السؤال مطروح، كيفاش غادي تقدر وزاره الفلاحه انها تسد هذا الخصاص هذا في ظل انه ما يكونش واحد الارتفاع ديال الاسعار؟ يكفي الارتفاع اللي كاين عند مجموعه ديال المواطنين واللي تيعانيوا منه كاملين، يكفينا هذا، عاد نزيدوا عاوتاني الحليب كماده حيويه، وحنا عارفين بانه مواد اخرين كثيره حيويه ترفعت فيها الاسعار. انا بطبيعه الحال من المستعملين ديال ماده الحليب، وكيف ما قلت فهي ماده حيويه في جميع المنازل، ما يمكنش انها ما تكونش، لانه مجموعه ديال الناس يا اما اللي كان اللي عزيز عليه الحليب بالقهوه، وفي نفس الوقت كاينين مجموعه ديال الناس اللي عندهم اسر اللي عندهم اطفال، فهي ماده حيويه وضروري انها تكون، وخاصهم يتدخلوا باش يلقاو لها الحل. ذلك مواطن يعني من ساكنه ديال المدينه الحمراء، يعني بالنسبه لبعض المحلات التجاريه يعني كاين نقص حاد في ماده الحليب، ما يعني نطرح واحد التساؤل على الغياب ديال هذه الماده الحيويه اللي تضعف واحد الاستهلاك يومي طرف المغاربه، خلافا للتقرير اللي تقدمها وزاره الفلاحه وتقول بانه راه كاين بالنسبه عدد كافي من المنتج هذا. عكس ذلك يعني بعض المحلات التجاريه هنا في المدينه الحمراء ما تلقاش في هذا المنتج، من المستعملين هذه الماده يعني حوالي لتر في النهار ديال الحليب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.